الشاعر الاستاذ حزين عمر سكرتير عام اتحاد الكتاب. استاذ حزين مساء الخير. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. استاذ حزين، يعني رؤيتك لقرار وزير الثقافه بانهاء ندب الدكتور احمد مجاهد. نعم، رؤيتي ايه؟ لقرار وزير الثقافه بانهاء ندب الدكتور احمد مجاهد. يعني مساء الخير يا دكتور، واهلا بكم. مساء الخير استاذ حزين، ازاي؟ كل سنة وانت طيب يا دكتور أحمد. الدكتور مجاهد يعني مكانه الطبيعي الذي يستند إليه وعرفناه منه هو الجامعة، هذا العظيم للعلم وللأكاديمية وللثقافة، ولا عيب أبدا أن يعود الدكتور أحمد إلى مكانه الطبيعي. مظبوط. في جامعة عين شمس، يعني أنا لا أرى غضاضة في هذا، لأن كرسي الأستاذ أهم من كرسي الموظف حتى ولو كان رئيس هيئة. أتفق معك تماما. ما أعرفه أنه الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة لم ينهي ندب الدكتور أحمد مجاهد، إنما الندب مدته سنة كما يعلم الدكتور مجاهد، ويتم تجديده أو عدم تجديده. لا، هو أنهى النهاردة بقرار يا أستاذ حزين. ما أنا عارف يا دكتور، يعني أنا عارف أنه هو ما جددش الندب. يعني سنة بسنة لكل من ينتدب من خارج وزارة الثقافة وللوزير حسب طيب ما طيب يرى. طيب، بعيدا عن الدكتور أحمد مجاهد وقصته، بس الجزئية دي بس للوزير، للوزير أن يمد للقيادة الثقافية. صحيح، أو صحيح. لا يمد. صحيح. هو لم ينهي شيئا. تقييم حضرتك طبيعي كأحد المثقفين، وده النظام ده نظام موجود من أيام فاروق حسني ولم يشرعه الدكتور عبد الواحد النبوي. تمام. طيب، قيم لي لو سمحت يعني يا استاذ حزين. نعم. استاذ حزين، قيم لي لو سمحت حال الثقافه في الفتره اللي تولاها دكتور النبوي. حال الثقافه ايه؟ في الفتره اللي تولاها او تولى مسؤوليه وزاره الثقافه الدكتور عبد الواحد النبوي. انا من الذين يتابعون الوضع الثقافي بحكم التخصص والعمل والمهنه على مدى 30 عاما، لا اعمل شيئا ولم اتخصص في شيء غير الثقافة. وما أؤكده وكتبته وقلته من قبل أن الثقافة القومية لو تركت لوزارة الثقافة في خلال ال 15 سنة اللي فاتت لا انهارت ودمرت تدميرا الثقافة القومية، وقلت هذا وكتبته 100 مرة منذ ما قبل الثورة، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو كانت في حالة تهرؤ. تمام. وكانت الثقافة الرسمية في مصر تعمل ضد الثقافة القومية. طيب، ودلوقتي نحن نعم، هو عبد الواحد النبوي الوزير الحالي ورث هذا الوضع المتهرئ والسيء الذي كنا نحاول أن نعالجه، لكن لم نتمكن من علاجه، لأن هم الذين يدورون في فلك إدارة العملية الثقافية الرسمية، ولا أقول الثقافة بصفة عامة، العملية الرسمية في الوزارة مجموعة بعينها لم تتغير 15 20 واحد على مدى ال 15 سنة اللي فاتت، منهم الدكتور أحمد مجاهد، ويتم تداولهم كما لو كان البلد يعني أصبحت خاوية على عروشها. يعني قصدك منهم الدكتور أحمد مجاهد يا أستاذ حزين؟ الدكتور أحمد ما هو عارف إن هو كان في المجلس الأعلى للثقافة، ثم انتقل إلى المركز ثقافة الطفل، ثم انتقل إلى هيئة قصور الثقافة، ثم انتقل إلى هيئة الكتاب. أنا كنت أتمنى تقييمك لأداء الدكتور أحمد مجاهد في هيئة الكتاب. أستاذ حسين، تقييمك لأداء الدكتور أحمد مجاهد في هيئة الكتاب. الدكتور أحمد مجاهد زي ما قلت، لو حتى كان ناجحا في أدائه كان ينبغي أن يبادر هو ويقول أنا عايز أجيب ناس جديدة، أنا عايز حد يدخل مكاني، لأن إحنا بنعمل مثل هذه التجارب أن نترك أماكن. والله يا أستاذ زين، أنا موافق ومقتنع بكلامك جدا، ونفسي أن أنت تبادر وتستقيل من رئاسة تحرير السلسلة التي ترأسها منذ سنوات عديدة في هيئة الكتاب. تمام. وتجيب واحد مكانك. بالظبط كده، أنا رئيس أو تجيب عبد الواحد مكانك. بص يا دكتور، أنا رئيس تحرير سلسلة اسمها إشراقات جديدة، بقالك كام سنة؟ ما تسمع يا دكتور بس، قول لي بس بقالك كام سنة؟ يا دكتور أنت بتخلط ليه؟ يلا خليك جدع كده واستقيل معايا على الهوا يا دكتور، طبق الكلام اللي أنت بتقوله عليا. طب أكمل بس، أنا أنت ما تقطعنيش عشان أنت قاعد على الهوا. أنا اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اسمع رؤيتي وما تاخدش بيها يا دكتور أحمد. اتفضل يا فندم. أنا رئيس تحرير سلسلة اسمها إشراقات جديدة، بيطلع منها خمس ست أعداد كل سنة،
بناخد منها 200 جنيه مكافاه ولا 300 جنيه. انا ما بتكلمش في فلوس يعني يا فندم، انا بتكلم في الدور الثقافي، تدي فرصه للشباب ان هم يجوا يعملوا ادوار جديده. انا ما بتكلمش في فلوس يا فندم. ما تقولش رئيس تحرير سلسله، ده مش موظف رسمي. السلسله انت عارف ان عمل فني لا علاقه له بالعمل الوظيفي. لا الحقيقه التجديد يا فندم بيبقى مفروض في كل حاجه، لازم اكمل جزء. احنا بندفع من جيوبنا عشان نصرف على مثل هذا. لا يا عم، وفر فلوسك وسيبها للشباب. بينما غيرنا بياخد بالعشرين والتلاتين والاربعين الف جنيه شهريا في رئاسة هذه الهيئات الثقافية. ده غير انا كمان بالمناسبة انا باخد 10,000 جنيه ما يزيدوش مليم. طب ماشي، 10,000 جنيه بقى تقول لي سلسلة بنتعب فيه؟ ده انا ده ما بتجيبش ثمن مواصلاتي وبنزين لحد ما اروح الهيئة عشان اعمل حاجة. يا عم سيبها يعني للشباب. انا معاك في كل اللي قلته بالمناسبة استاذ حسين، بس سيبها للشباب. اسيبها ايه؟ للشباب بقى، خلينا نمشي انا وانت ونسيبها للشباب. انا عجوز، وبعدين انا بعمل ايه اصلا غير كده؟ يعني انت بتقول لي كما لو كنت انا واخد حته، يعني حته عظمه. انا لا خدت من الثقافه ولا باخد ولا هاخد. انما احسب انت خدت كام يا دكتور ولما كنت موظف صغير في بتاع الثقافه بتاع ده المجلس الاعلى بتقبض كام وبقيت بتقبض؟ وشوف الملف اللي هنفتحه قريب يا دكتور احمد لثرواتك عشان الكسب غير المشروع ياخد. لا معلش، الحته دي تانية يا استاذ حسين. تفتحوا الملف لحظه. بس انت الملف ما طبيعي هيتفتح. الملف بتاع مين؟ بتاع مين؟ وبنعمل انا ما سمعتش. ايه بتاع مين؟ بتاع احمد مجاهد. الملف ايه؟ هو انا اسمي الدكتور احمد مجاهد يا استاذ. دكتور احمد. الملف بتاعه هيفتح. ماشي، الملف هيفتح، ومش انا اللي هقول او لا انت بريء او مش بريء، انما هنعرف. لان انا شخصيا عارف الكثير وغيري هيعرف، والقانون هيقسم ويشوف الفلوس اللي جات واللي راحت ومن المصادر بتاعتها والاعمال غير المشروعه وكل ما يتصل. لا اعمال غير مشروعه، انا برفع عليك قضيه سب وقصف في البرنامج يا دكتور احمد. ترفع بس تنزل القضاء اللي هيقول. لا انا اللي بقول لان ده اتهام مباشر. ده اتهام مباشر. طلعت مدام خلاص هتاخد حقك. ده اتهام مباشر. كل الاحوال مش انا اللي بقول. لا ده اتهام مباشر. والجهات طيب الرقابيه والكسب غير المشروع هو اللي هيقول ده يا دكتور. اذا طلبت بريء مين اللي هيرفع جدا. مين اللي هيرفع دعوه على دكتور مجاهد يا استاذ حسين؟ يرفع دعوه. نعم. انا من حقي واي مثقف من حقه. لا لا حضرتك، لا حضرتك معلش يا دكتور. للنائب العام. لا حضرتك بتقول اعمال غير مشروعه وكسب غير مشروع و الى اخره. مشروع اهلا به، مش مشروع القضاء. لو سمحت لي، لو سمحت لي بس انت. نعم. بتشير دلوقتي والدكتور احمد مجاهد بيقول انه ده قذف على الهواء يعني وسب. لا لا لا، دور القضاء مش قذف على ده، دور القضاء يعني. هل عندك دلائل وبراهين؟ لازم دلائل. نعم في في دعوه مرفوعه، في دلائل، في براهين. يا لا، انا بقول لك الملف سوف يفتح. مين اللي هيفتحه؟ خلال الايام القادمه، وسوف يبحث فيه القضاء والجهات الرقابيه وتقول ده مشروع او غير مشروع. مين اللي هيفتح هذا الملف يا استاذ حسين؟ التفاصيل ده هتتعرف وقتها. ده هيعرف كله في وقته، وبيتم تجهيز دلوقتي هذا. ومن حق بالمناسبه اي مثقف او اي مواطن، لان الدكتور احمد شخصيه مارست عملا عاما. نعم. وخدت فلوس من ضرائب الشعب، ومن حق اي مواطن يقول من اين لك هذا، ويتم فتح هذا. من حق اي مواطن بالمناسبه، يعني مش لازم مسؤول اللي يعمل هذا الاجراء. احنا هنعمل ده، وفي ناس بتجهز لده، والدكتور نامل ان يكون بريئا، لان هو في النهايه دكتور احمد. لا مش تامل، انا طبعا بريئا، وحرفع عليكم كلكم دعوه تعويض. ارفع يا دكتور، انت زعلان ليه؟ واحنا مش زعلان والله. ايه انا مش زعلان. امال ايه بس تقول ارفع عليكم دعوه؟ وانت خايف من القضاء ليه يا دكتور؟ انا اللي قلت كده. انا بقول لك اذا كنت انت شريف وبريء هنرفع لك القبعه، وانا نفرح بيك. لا 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 خالص، بالعكس. انت علينا في النهايه. بالعكس، هقول لك مش خايف ليه يا استاذ حسين؟ هقول لك مش خايف ليه يا استاذ حسين؟ لان انا هرفع عليك الصبح دعوه قضائيه للقضاء عشان تفتح الملفات دي. انا اللي هسابق وارفعها. ارفع اللي انت عايزه يا دكتور. ارفع اللي انت عايزه، انت مسؤول وتحملت مسؤوليه، يبقى المسؤوليه لها كل الوجود. بالظبط، وانا اللي هبدا برفع الدعوه القضائيه وبتقديم البلاغ للنائب العام. ان شاء الله هيحصل ده قريب جدا. لا ده الصبح في حقك انت. هيحصل قريب جدا جدا، وفي اقرب وقت. وامل برضو ان تكون يا دكتور بريئا، يعني انا مش مع انك انت تطلع مدان ولا حاجه، بس القضاء اللي يقول مش انا. طيب. يعني
تطلع انا بشكرك. تطلع مدان تطلع شكرا. ده قضيه القضاء الذي نحترمه ونبجله. شكرا شكرا الاستاذ حزين عمر سكرتير عام اتحاد الكتاب.